بتكلم برضو على الجزء بتاع الالكتريك ريسبتكلز والكونكتور ليبلز. طبعا بنتكلم على الريسبتكلز والكونكتورز شود بي ماركت وذ ذير باور ريتنجز. يعني بتكلم على ان انا لو انا مثلا بحط عندي سويتش هنا كده مثلا، لازم احط الباور ريتنج بتاعته عامله ازاي، يعني احط باور قد ايه، يعني الكهرباء اللي هي اللي داخله تبقى الرينج بتاعها قد ايه. وبتكلم على الانتندد فانكشن او الكونكتنج كيبلز، يعني معنى ان هي نتكلم على هي بتعمل ايه بالظبط والكونكتنج كيبل بتاعها عباره عن ايه، اوكي، او شكله عامل ازاي. طبعا لو بتكلم على convenience، لو في عندي حاجه زي كده بنسميها convenience receptacle. دي موجوده عندنا طبعا في الكمبيوترات اللي هي الديسك توب. دي هدفها ان انا ما يبقاش عندي لكل ديفايس كهرباء لوحديها، يعني ممكن ان انا مثلا يبقى عندي يعني فيشه واحده بس من الكمبيوتر رايحه للكهرباء، واخد من الكمبيوتر نفسه من الكونفينينس ريسبتكل دي اخد دايركتلي المونيتور مثلا، بحيث انها تسهل عليا شويه، ما يبقاش في عندي اسلاك كتيره في المكان. فدي برضو لازم تبقى مكتوبه برضو وليبلد برضو بالماكسيمم ريتنج بتاعتها تبقى كام. اوكي، لو بتكلم برضو على ان في عندي حاجه زي كده بيبقى حاجه اسمها باور انتري موديول، بيبقى فيها فيوز وسيركت بريكر، بيبقى مكتوب عليها بوضوح هنا لو احنا قرينا كده، فيوز سلو بلو 1 امبير 100/120 فولتج اي سي اور 1 هاف امبير 220/240 فولتج اي سي. يعني بتكلم لو انا الفيوز دوت هحطه عشان يعني انا مشغل الكهرباء بتاعتي 110، يعني 110 فولت، اوكي، بحط فيوز 1 امبير. لو مشغل الكهرباء بتاعتي 220 بحط فيوز بتاعي نص امبير. ويبقى عندي بوضوح هنا الليبل، الليبل ده موجود تحت الفيوز على طول، بحيث ان انا لو انا عايز اغير الفيوز مش هبقى كونفيوزد ابدا الفيوز ده المفروض يكون كام. الليبل ده واضح وبيرمننت مش هيتشال، فيعني ممكن بسهوله جدا ان انا اقدر اغير الفيوز ده من غير ما يكون في اي مشكله. طبعا بتكلم الجزء بتاع البيرمننس، ان الحاجه دي بتبقى بيرمننت ما بتتشالش، اللي هو الليبل دوت. وفي الوقت نفسه لازم تبقى ليجيبل ان ذا امبيانت اليمينيشن انتسيبيتد. لو انا مثلا عايز اغير الفيوز ده متوقع ان الاضاءه بتاعتي تبقى لها يعني انتنسيتي معينه، يبقى لازم الحاجه دي اقدر اقراها بشكل واضح. طبعا هي واضحه بالنسبه لنا هي زي ما احنا شايفين، ويعني زي ما بقول كده بتبقى موضحه ان انا لو عايز اغير الفيوز ده مش هشك بقى ان هو ممكن يبقى كذا او كذا، او هضطر اقراه ممكن يكون حد قبليه حطه غلط، فيبقى معنى كده افضل بقى استعمل الفيوز الغلط ده، ويعني واكرر بقى ان انا اضطر ان انا كل شويه احط واحد تاني نتيجه ان هو مش محطوط بالريتنجز مظبوط، او اضطر بقى ادور على السيرفيس مانيوال فين وحاجات زي كده. لا، ده على طول ممكن هو يسهل عليا مجرد وجود الليبل ده ان انا اعرف على طول انا محتاج اركب فيوز الريتنج بتاعته عامله ازاي.